بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نرحب بالسيد الطبي الذي في كل سنة يتابع نتائج التلاميذ، وهو من زوجناه كان إطار من إطارات التربية، أستاذ في اللغة الإنجليزية للتعليم الثانوي وخرج إطارات آنذاك، وهاي هي هذه السنة حصلت عليك المسيلة على نسبة 41.94، أي بزيادة على السنة الفارطة 0.80%. الله يبارك. بالنسبة للنظاميين، أما النتائج حسب الشعب فكانت كما يلي: بالنسبة للشعب التقني الرياضي هي الأولى على مستوى الولاية بنسبة 61.39. الله يبارك. نسبة الرياضيات، شعبة الرياضيات حصلت ولاية تمثيل على 57.95%. أما شعبة هندسة كهربائية وهي شعبة تقنية حصلوا على نسبة 57.47%، هندسة مدنية 50.96%، العلوم التجريبية 45.51%، لغات أجنبية 46.95%، شعبة ميكانيك 45.33%. بالنسبة لشعبة سير واقتصاد هذه السنة حطت النشوي وحصلوا على 38.66%. أما شعبة الأدب وفلسفة السنة هبطت بزاف وحصلوا على 32.36%. أما بالنسبة للمؤسسات التي حصلت على المرتبة الأولى، عدنا في كل سنة من دائرة مقرى عدنا ثانوية ميهوبي محمد بن العايبة حصلت على نسبة 77.52%. بالنسبة لثانوية وتليها ثانوية العلامة المجاهد الشيخ بن الحسن بن العايبة حصلت على نسبة 73.33%، وتليها كذلك من نفس الدائرة ثانوية العلامة عبد الله غانم الدراجي بلدي الدهانة هي كذلك حصلت على 71.43%. ما شاء الله. تاليها في المرتبة الرابعة جينا ثانوية العلامة عبد الحميد ابن باديس بلدية حمام الضلع حصلت على 67.39%. أما بالنسبة للتلاميذ حصلوا على معدلات ممتازة، عندنا 127 تلميذ حصلوا على معدل 16 فما فوق إلى 18.21. أما التلميذ اللي حصل على المرتبة الأولى وهو التلميذ بالحوت أحمد من ثانوية فايد سعيد بلدية حمام الضلع شعبة هندسة كهربائية حصل على معدل 18.21. الله يبارك. وتليه التلميذة في المرتبة الثانية من ثانوية التميمي شعبة علوم تجريبية ويقولوا لها الاسم تاعها بورنان لينا معدل 17.78، ويليها التلميذ الثالث في المرتبة الثالثة شعبة رياضيات من ثانوية خيري الخير مقرى شموري محمد الأمين معدل 17.68. عندي سؤال فيما يخص التكريم، يعني هل يكرمون حسب المعدل يعني العام بدون نظر إلى الشعب، ولا يكرم الأول في كل شعبة؟ لا، التكريم يكون على المعدل العام في جميع الشعب على معدل ممشي. يعني ممكن يكونوا ثلاثة الأوائل من نفس الشعبة، ممكن يكون حتى العشرة الأوائل من نفس الشعبة يتكرمون نفس الشعبة. شكرا. عدنا احنا اللي ان شاء الله يكرموهم معدل 17 فما فوق، عدنا 13 تلميذ يعني عندهم معدل من 17.2 إلى غاية 18.21. بارك الله فيك سيدي. كمان نتمنى للتلاميذ الأبناء إلى التلاميذ الذين تفوقوا أن يبقوا في الجامعة يواصلون منها على هذه الطريقة وهذه النتائج الحسنة، بالإضافة إلى نتمنى لأبنائنا الذين لم وفيهم الحظ بالنجاح أن يبذلوا مجهودات أكثر، وفي السنة القادمة إن شاء الله ينالوا النجاح، كما أتمنى الفوز للفريق الوطني اليوم. الله وإن شاء الله نفرح فرحتين إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي.